سيدتي هذه التجربة اليوم مختلفة. ليش؟ لأن أنا من ضمن فعاليات موسم الرياض هالمرة قررت إني أجي على السفاري. أنا لسه عند الباب ما دخل جوا، لكن واضح إنه كل شيء جنان. تعالوا معنا. حاجة أحب يعني أسألك عن التجهيزات اللي شفناها اليوم بصراحة كتجربة أولى لسفاري مفتوحة في الرياض، كيف كانت هذه التجربة؟ إيش انطباعك عنها؟ والله التجربة كانت هي رحلة طويلة أخذت مننا من بداية مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والحمد لله حققنا الفكرة والحلم أنه نشوف سفاري موجودة في المنطقة وفي المملكة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة في the same experience اللي موجود في ألمانيا في إيطاليا في فرنسا وفي ساوث أفريكا. تجمع الحيوانات باختلاف فصائلها وتنوعها، يعني كيف قدرتوا كلكم تجمعوها في مكان واحد؟ وكمان لا تنسى الاختلاف المناخي، كيف تصرفتوا فيه؟ والله هي كانت جدا حقيقة متعبة، بس كان في خطة أنه احنا نوفر هذه المجموعة من فصائل نادرة، أن ما يكون الفكرة أنه موجودة سفاري بس أوبن أريا أو أوبن سبيس وسيارة تمشي، لا، ولكن حتى المحتوى والتفاصيل كنا مهتمين في أدق التفاصيل. مثلا عندنا الجولدن تايجر، هذا فصيل جدا نادر في العالم، يعني تقريبا عدد قليل جدا اللي باقي، وفي اللايجرز كمان اللي هو هجين الأسد والنمر، وعد باقي التفاصيل والحيوانات هذه كان أخذت مننا خطة ووقت طويل لتنفيذها، والحمد لله توفقنا أن احنا نوفر. الحين بعد ما أخذنا شوية معلومات عن السفاري المفتوحة في موسم الرياض، حركب على اليونيموك وحندخل جوا ونشوف الحيوانات بشكل أقرب. تعالوا معي. الحيوانات المتوحشة، أسد، نمر، جولدن تايجر، حيوانات هجينة. ده شيء جديد ما قد صار عندنا في الشرق الاوسط بالطريقه هذه. طبعا زي ما انتم قلتوا السفاري اكسبيرينس، احنا عندنا قسمين، سفاري اكسبيرينس والسفاري بارك. سفاري اكسبيرينس طبعا فيها الحيوانات المفترسه والاليفه ومن النمور واللايجر والفيله والاشياء دي، وعندك السفاري بارك مقسمين تقريبا الى 7 زون، منها زون الاطفال، زون المسرح، زون العاب التحدي والمغامرات، وعندكم غيرها المياه العاب المائية. ايوه عندي غيرها كمان، واللي هي انا لي انا افضل منطقه اللي هي منطقه في الطيور النادره والحيوانات الاليفه. عاد هذه كمان هناك قصه ثانيه هذيك تاخذنا عليها الحين. ايوه هذه اللي الحين راح نشوفها. يلا تمام. وبكذا أكون خلصت تجربتي لليوم، فعلا تجربة كانت ولا أحلى. ومن القلب أشكر هيئة الترفيه على كل الجهود، وإنها نقلتنا هذا العالم لعندنا بالرياض. في أمان الله.